بس انتحار تزيد والاكتئاب يزيد والمشاكل تزيد. يعني لازم يبقى في وسيلة للتعبير عن البنت. بس يا مها مش انا حاسس انت صغيرة قوي يا مها، يعني انا حاسس ان انت قدامك العمر طويل قوي حسب ما قريت. انا مش هسألك انت عندك كام سنة، بس انا حاسس ان انت صغيرة لسه قوي. مستعجلة على الجواز ليه؟ مش مستعجلة على الجواز، بس يعني فكرة الركود في حد ذاتها فكرة مرفوضة. الركود الاقتصادي ولا الركود الزواجي؟ الركود في كل احوال الركود. اه، ودي انت متخرجة منين يا مها؟ نعم، انت متخرجة منين؟ تجارة. تجارة، بكالوريوس تجارة ولا دبلوم؟ لا، بكالوريوس. بكالوريوس تجارة. بتشتغلي؟ كنت بشتغل. طيب قولي لي بقى، انت طبعا من ساعة ما عملت الفيديو جات لك طلبات كتيرة جدا، انا متأكد ما عنديش معلومة صح ولا غلط، كلامي صح؟ مظبوط. في طلبات كتيرة جات لك؟ ايوه. قولي لي في الغالبية بتتكلم عن ايه؟ عايزين منك ايه او بيسألوا عن ايه يا مها؟ علشان التجربة بتاعتك لو نجحت هيبقى في كتير جدا هيقلدوكي، فقولي لنا اهم الطلبات بيقولوا لك ايه وايه المميزات.